لأمانة مشاهدينا الموضوع هذا يعني مهما تناقشنا فيه فعلا النقاش يؤدي دائما إلى الاختلاف، لا يمكن اثنين يتفقون على نفس الرأي بهذا الموضوع، بأن ريم الريال ممكن أنه فعلا يتجه إلى أن يأخذ الثانية أو الثالثة أو في ناس حتى الرابعة، هل في أسباب مقنعة بوجهة نظرك اليوم كامرأة؟ أكيد يعني أنا كامرأة أكيد في أسباب مقنعة يعني تجعل الرجل أنه هو يروح يتجه أنه يدور راحته في أماكن ثانية أو عند نساء أخرى. ممكن أنه هو في رجال عندهم ضمير أنه ما يبي مثلا يظلم البنت أو يخليها مطلقة، فيروح هو يدور راحته، وإذا كان هو موفق بين الاثنين فاحنا نشوف راي ضيفنا اليوم. أكيد احسن المستشار الاسري بالتاكيد والخطاب خلف الحمد. ابو حمد حياك الله. الله يطول بعمرك ومنورنا وبارك فيكم. وانا والله زادني الشرف اول شيء الليله وجودي بينكم. الله يسلمك. واقول الحمد لله للكويت والحمد لله لنا ديرتنا على الزلزال اللي سمعنا فيه. طبعا اليوم عملوا في ضجه وهذه وهو فضل الله سبحانه وتعالى، ما ضرنا ولا جانا شيء، ولكن نقول دائما احنا ان شاء الله ان الله يجعل اللي فيه اذى يروح للناس اللي 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 احنا ما نبيهم او اللي يحبون مضراتنا، ولن يحوشك او يضرك شيء الا ما كتب الله عليك. فما ان شاء الله يتجه الاذى لمن يؤذي الغير، والخير والبركه ان شاء الله لاهل الخير طبعًا والبركه باذن الله. بس ان شاء الله. في البدايه ابو حمد، هل انت مع تعدد الزوجات؟ وهل تؤيد هذه المقوله زوجه واحده لا تكفي؟ بالنسبه للزوجه واحده لا تكفي، طبعا فعلا الزوجه واحده لا تكفي. زين ولا لا؟ زوجة واحدة لا تكفي، لأن عندنا أعداد بالإضافة إلى السنة، إذا بنمشي على السنة سنة زين سنة هذه مهجورة، ما حد ماشي عليها إلا ما قل بالنسبة للثانية وثالثة ورابعة. زين ولا لا؟ ولكن إذا زوجته أم عياله زينة معاه، قايمة بواجبة، خادمته حاطته بعيونها، قايمة بواجبة، مربي عيال، طلع أجيال صالحة، ليش لا؟ ليش تروح تدور عليها وحده ثانيه؟ احنا الحكي اغلبيه الساعات بعض الاحيان لما نقول مثلا ياخذون ترى ثانيه واللي يدورون ثانيه، وهذه تلقى نكد في نكد في بيته، مو مرتاح في بيته، من ساعه ما يدخل البيت نجره، يطلع من البيت نجره، يروح نجره، دق عليه بالدواوين نجره، عيشته نجره، عياله. والمشكله اللي دائما تحصل وهذه ان النجره بين الزوجين قدام العيال، وهذا اللي ما يصير. زين ابو حمد، اذا كانت يعني المشكله فيه، عشان يعني مع سؤالك، اذا كانت المشكله فيه هو وعباله انه والله المشاكل من زوجته، يقوم يتزوج الثانيه صحيح. ونفس الشيء قلت مشاكل، ويتزوج الثالثه ومشاكل، لا يصلح خطا، يصلح نفسه، يصلح خطا اول شيء، اول ما يبدا في التصريح فيه هو، وبعدين يرجع اذا في زوجته ولا شيء ولا هذه، ويقول لها مثلا انا ترى هالحين انا كنت مثلا ماشي خطا وانا صلحت الخطا هالحين. يعني وحده قاعد تقول لزوجها، تقول له انا سامعه عندك نيه انك تبي تتزوج علي، ولكن ورب الكعبه قبل لا تتزوج علي تعطيني ورقه طلاقي. طيب يعني سيده قدمتي الورقه، هو يمكن يعني يتقشمر وياك. انزين ابو حمد، اساس الجزئيه هذه احنا تكلمنا فيها اليوم، هم احنا ما نبي الرجل اليوم ياخذ موضوع انه يتزوج ثانيه كتهديد للزوجه كل ما قصرت بشغله، ولا احنا بالنهايه احنا بشر، التقصير يعني محتوم احيانا ببعض الامور، فما يصير كل ما صار يجي الريال هذا يقول لها يا بنت الحلال ترى اذا ما سويت واحده ترى اتزوج عليك، ولا ترى الثانيه تكون بالطريق. يعني اقصد العلاقه ما تنبني على انه ان قصرت ترى بتزوج ثانيه، يعني هل الزوجه الثانيه قرار الاخير لسوء العلاقه بين الزوجين، ولا ممكن ياخذ القرار هذا بالخلافات الاسريه العاديه اللي ممكن تحصل؟ ساعات تكون الخلافات الاسريه اللي بين الزوجين، وساعات عمليه العناد، وساعات هي تعانده وتبدا من عندها هي بالعناد، فيقول لك طق الزمره في المره حتى تأدب. طيب الزوجة الثانية عادة الزوجة الثانية تكون، لأن الرجل مل من العلاقة الزوجية الأولى، ولا يكون تقصير من الزوجة بوجهة نظرك؟ لا صار في تقصير في الزوجة الأولى مثلا، بعضهم ترى موضوع حتى العيال له دور. ولو تبي تقول لي شنو موضوع العيال، شنو دخلت موضوع العيال في الزوجة الثانية الليلة نتكلم في الموضوع أو التعدد. لما تكون مثلا بعض وحدتي مثلا عندها طفلين وقفت، والرجل هذا عنده استعداد انه يبي لقايه خمس، يبي ست، يبي اربع، يبي سبع، زين ولا لا؟ فهني تقول له لا انا عندي الطفلين ونعمه خلاص مكتفيه، زين ولا لا؟ يقول له هني تدري شلون؟ انا طاقه براسي ابي الثانيه وابي عيال. هني خلاص بدات عاد المشاكل اللي بينهم، يا يطق الثانيه يا يدور الحرام.
يا وين راح دور حرام؟ بعضهم ما شاء الله على بعض، حريمنا ما شاء الله يا حالاتهم عاد كلش عاد ما شاء الله، تقول له لو تدور حرام طقك مرض بس ما تيبها عندي ولا تتزوج علي. زين شلون انت سمحتي لي يسافر برا؟ سمحتي لي يدور حرام؟ سمحتي لي خاوي؟ سمحتي لي صادق بس ما يجيب عليك ولا يتزوج عليك؟ قال لك ابي لي طفل بعد ثاني وقفتي، قلتي كذا، دخلت المستشفى عملت عمليات صار فيها كذا هالشكل صار فيها نقص وقفت من الاطفال. زين ولا لا؟ وبعدين والقناعه وينها في العلاقه؟ يعني ما في القناعه. القناعه هالحين القناعه الحين تتم بين الزوجين اثنينهم بانها تتفق معاه باني انا اذا التقصير من عندي انا يا ولد عمي الله يوفقك خذ لك واحده ثانيه وانا عين وعاون. ايوه اذا ما كانت مقصره، في بعض النساء مظلومات تكون مظلومة وهي اللي شايله زوجها وتلقى طاقه قرض حقه ومؤثثه البيت ومسويه كل شيء وشايلته بعيونها ويايبت له عيال وجمال ما شاء الله، بس هو طماع او عينه ما يترسها للتراب على قولتهم. في رجال كذي، خلينا نتكلم. احنا خلينا من الصوبين، احنا لا تخلوني انا هالليله بس تحطوني بحلق المدفع وتقولون ابو حمد انت هالليله احنا جايبينك وبنحشيك وعلشان تولع فينا وتطلع من عندنا من غير شر. لا ان شاء الله احنا كلها هالليله ترى محاوره وكل شيء وجهه نظر ابو حمد كلها والله مكمل لبعضها صراحه، سوى هذه ولا هذه ما ندري، لو ان طلعتنا هالليله مجرد تصليح لمن عندهم اخطاء يصلحون، سواء الرجل مقصر نقول له يا اخي تقصير في بيتك ومع زوجتك خطا، خليك مع مرتك زين واستمر مع مرتك، وهذه عمليه انك تبي تاخذ واحده ثانيه بدون سبب ما اعتقد ان هذا ما اعتقد يعني إن هذا المحور ممكن احنا اليوم نحط له يعني خلينا نقول برواز بان العلاقه اذا كانت سليمه من غير تقصير ومشاكل الزوج المفروض انه ما يتبنى فكره الزواج من ثانيه، والمراه بنفس الوقت تحافظ على بيتها بحيث ان البيت هذا يكون سليم. ممتاز، اتفقنا. ممتاز. طيب جزئيه اليوم، هل يعني في طلبات بما ان انت اليوم بهذا المجال يعني من مواطنين ل خلينا نقول الزواج من اجنبيات مقيمين في الكويت، هل تيك طلبات بهذا الموضوع ان الناس تفضل اللي يعني الاجانب مثلا المقيمين في الكويت؟ انا ترى على مستوى الخليج ما شاء الله وعلى مستوى الكويت كله ما شاء الله، واول ما نبادي في ديرتي وبلدي الكويت لها اولويه في، وهذه ان قد ما نعطيها احنا مقصرين بحقها. زين، سوى بناتنا سوى عيالنا بالضبط هالشكل. والمرتبه الثانيه اخوان المقيمين ليش لا؟ ان لهم واحد يبي يتقدم وتلقى له وحده تناسبه وتبي تاخذه ليش لا؟ شنو مشكله؟ احسن من لا يزيد عندنا الفساد، واحسن من لا يصير عندنا المشاكل اللي تصير. زين بناتنا قاعدين، في بناتنا يعني تخطوا مرحله الزواج ويبون الستر ويبون الزواج وكفؤ وتقدر ان هي تسوي اكثر من اللي هي تسوي الاجنبيه، ليش ما يتجهون هذا الاتجاه؟ طيب احنا ليش ما هذا قاعد ننصحهم بان نقول لك اول شيء بنديرتك وبالمرتبة. يعني انت اذا جات لك حاله مثلا قال لك واحد ابي اتزوج وحده يعني هو كويتي ولد ناس وقال لك ابي اتزوج وحده غير كويتيه، انت بهالموضوع شنو تنصحها؟ اول شيء تقول له مثلا انا عندي اول ما انصحه على بنات ديرته الا اذا كان هو وهله وامه وخواته يجون يمكتب الشخصي وتقول لك لا احنا زوجتنا الاوليه كويتيه. زين ولا لا؟ بالذات اللي يسوون الحركه ترى ما يسوونها اغلبيتهم العزابيه، اغلبيه اللي يسوونها المطلقين والارامل واللي طاف القطار اللي ما حصل احد يستقبله من بنات ديرته، فهني يلجا الى البرة ياخذون من البنات الباقيه. عاد الجناسي الاخرى موجوده تدري بعد كويتي ومتقدم لها، لا خلاص تبي تراب اللي يمشي عليه تاخذ اكيد توافق عليه. ممتاز. طيب خلينا نقول يعني اليوم العكس، اليوم خلينا نقول مثلا الغير كويتي يتزوج من كويتيه مثلا، تيك طلبات من هذا النوع؟ رجاجيل ولا حريم؟ الرجل يكون غير كويتي والمرأة تكون كويتية. يجوني الجنسيتين، يجوني رجال غير كويتيين يبون أجنبيات ويجون من الإخوان العرب يبون. شنو عملية التنسيق محمد اللي تسويه؟ يعني إذا أطلب مثلا من شخص غير كويتي قال أنا بتزوج كويتية، شنو الآلية؟ يعني شنو اللي تاخذنا الشروط؟ يعني طبعا أول شيء أشوف له من الملفات اللي عندي، هل إذا هو مثلا نبي نقول مثلا أي جنسية كانت طيب ولا لا، اشوف بالطلبات من ضمن الطلبات اللي عندي هل موجود اطلبه؟ واحده من الطلبات اللي موجوده عندي خليجيه كويتيه طالبه من الجنازه هذه بما فيهم الجنسيه هذه للشخص اللي قدامي اقول له موجود. طيب المرحله الثانيه قدم استمارتك ادفع رسومك. في استماره ورسوم. رسوم. ممتاز. زين اصبح الحين زبون عندي مقدم له طلب وله حق عندي وهذا يشوف، وحتى لو ما ضبط وياي الطلب هذا
فله كذا طلب عندي وهو يستمر معي واستمر انا وياه وابحث له، البحث مستمر ما راح اوقف له. زين لغايه ما الله ييسر امر، واذا الله سهل الامر ولقيت المطلب راح ادق على منهم، ادق على الطرفين، ادق على هالبنت لانهم هم طالبين، وادق عليه شخصي واعطيهم مواصفات لبعضهم من غير ما يعرفون اسامي بعض ويعرفون عوائل او تليفونات عشان ما ياخذونه. اوكي طيب محمد ايش ودنا بعد فيه مرحله شوفه، اقول لهم عندي رؤيه شرعيه في مكتبي، اتمم لهم مقابله شرعيه بعد ما تستوفي الامور وبعد ما يوافقون احدد لهم اليوم الفلاني مقابله. الحين وانا جايكم اليوم كانت عندي مقابله على الساعه 7 بالضبط، تممت المقابله بينهم ودعيت لهم الله يوفقهم ان شاء الله، ولا تعطوني رايكم ولا في ترقيم ولا واحد منكم يرقم الثاني، بشرط ان اموركم عندي في مكتبي ما تطلع من برا الباب، ما تطلع سريتكم عندي في المكتب هنا، تخلصون منها وتوكل على الله، استخيروا الله سبحانه وتعالى واتصلوا علي وردوا لي خبر من باشر مو اليوم. جزاك الله خير انك انت توفق راسين بالحلال. نبي نتكلم عن المهور، شنو تشوفه برايك بحسب خبرتك، المهور قاعده تزيد ترتفع ولا لا الناس صار عندها وعي بانها هي تدور الرجل والستر وقاعد تخفض من اسعار المهور؟ اغلى مهر عندك واقل مهر شنو؟ الله السؤال هذا أقل مهر وصل عندي 15، وأقل مهر عندي وصل 500 دينار و1000 دينار. أغلى مهر 15000. ولو تبي تقول 500 دينار هذه ليش و15 ليش، بقول لك كل واحدة منهم طبعا لها طلباتها ولها شروطها. زين وكلهم كل الاثنين هذيلا كلهم يبون الستر، بس ايش معنى هذه؟ شنو الشروط؟ شنو الطلبات؟ هذه تبي الستر و500، وهذه ايش تبي الفخفخة انها بنت فلان او انت زيد او عبيد من هالناس. زين ولا لا؟ وهذه ما راح تتم، وسبحان الله ساعات تكون تتم هذه وهذه ايش ما تتم. زين بس الخساره اللي انحطت عليه واخذ عليها المديونيه وتبهذل وقعدت معاه يا ليله يا قعدت 7 ايام وتطلع. زين وين النصيحه هني مثلا دورك بان انت تقول يا ابن الحلال ترى هذه المراه جايه تبي الفخفخه وما اعرف ايش، بحيث ان انت توضح له الصوره يعني. استاذي العزيز انا ساعات ما اكون خطاب بس اوسط بين اثنين وادي ناس على ناس، وهذه ساعات انا اكون استشارات اسريه بين اثنين واصلح بين اثنين متخالفين وخليهم كلهم يتماسكون لدين ويرجعون لبيوتهم ولعيالهم. يعني مو بس الزواج، وارجع ساعات الناس في بيتهم حاصل خلاف بينهم واتمم وارجعهم لبعضهم واتمم بينهم ويتيسر امورهم وكل منهم يرد لبيته، وهذه اكبر نعمه. صحيح. يعني انا مو واقف على بس خلاص مجرد زواج يلا عب استمارتك وامش. بس خلنا بعد اهم شيء هالليله اروح ب 100 دينار ولا اروح ب 50 ولا ساعات ترجع لبيتك حتى ما روحت بشيء او ما اخذت شيء، لا ساعات تدش في الاستشاره، ساعات النصيحه، ساعات، ولكن ما كل الاثنين لما يجون عندك مثلا يقبلون في النصيحه. زين ولا لا؟ لما خص حاصل من عندهم بينهم خلاف ولا شيء، تلقى واحد لين وتلقى واحد شوي لحد الان راسه شديد وهذا، وتلقاه ما باذن ماي. بحس هذه كلها برسوم، يعني النصيحه برسوم، حل الخلاف برسوم. انا يعلم الله اني حطيت استشارتي لوجه ربي سبحانه وتعالى وخدمه، عشان بس الوضح للمشاهد الرسوم بس تبي في التسجيل خدمه البنات الكويت وعيال الكويت بالنسبه للاستشاره، خاص اللي صارت خلاف بينهم. حلو. اما اذا تقديم استماره لا، بس تقديم استماره، تقديم استماره لا، 30 دينار يعب استماره و220 بعد الملكه. حلو. واتوقع هذه لو تبي تقول المبلغ هذا، اتوقع اني انا اقل خطاب او خطابه على مستوى الكويت. انا اذكر واحده من الخطابات تقول لي اخذ على كل 1500، على كل 1000 المهر، يعني على كل 1500، يعني اذا الريال دفع حق هالبنيه 5000 هي 2000 ونص، الخطاب بس بروحه كم يدفعون لها؟ 2000 ونص، نص المهر 2500 وهذه 5، يعني 7، يعني مهرين هو قاعد يدفع مهرين مسكين، يدفع مهر حق الزوجه ومهر ابو حمد 250، دافع 30 دينار باقي 220. وبعد ما يتزوج وهذه يقول لهم اوه طير. طيب احنا بنتكلم اكثر بهذه التفاصيل، لكن في استطلاع ابو حمد بنشوفه وبتناقش وياك ان شاء الله. ماكو مشكله نشوفه. الشرع محل الأربعة الحمد لله، سواء في أسباب أو ما في أسباب، وما حد يلجأ للشيء هذا إلا يكون يعني في نقص من جانب الزوجة الأولى في أشياء معينة مترتبة، مش يعني تقدر تقول كلها ناقصة. يعني الواحد إذا مو مرتاح مع زوجته بالعكس ما فيها مشكلة يأخذ ثانية والثالثة ورابعة. أنا أقول إذا الزوجة الأولى هي أغنت عن الزوجة الثانية وأعطت الرجل ما يحتاجه
فأتوقع أنه لا يلجأ إلى الزوجة الثانية. والله الزوجة الثانية مهمة، إذا الأولى مو مريحة ريلها وهي مو مرتاحة مع ريلها، يعني حتى الواحد يقول حتى المرأة تأخذ واحد ثاني طبعا عقب ما تطلق إذا ما كانت مرتاحة، بالنهاية الراحة هي الواحد يدور عليها سواء ذكر أو أنثى. طبعا هو شرع رب العالمين الله محلل الأربع، بس إذا الإنسان يعني كانت الزوجة يعني موفرت له كل احتياجاته وهذا ما يحتاج يعني الزوجة الثانية. أنا الحمد لله يعني متزوج اثنين وشباب ويا ربي لك الحمد، وأسأل الله أن يوفقني في حياتي، وأسأل الثالثة لو ألقى ثالثة والله لأخذ ثالثة، سبيل أني في شيء أنا أقول لك أنا أعترف لك في شيء مثلا والله لقيت عند الثانية ما لقيت عند الأولى، في شيء لقيته عند الأولى مو موجود عند الثانية الحمد لله. يعني مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا هذا الاستطلاع بأن زوجة واحدة لا تكفي، يعني هو في حكم الشرع الله حل الأربع نساء وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأهم شيء في هذا الموضوع يا شيخنا العدل، صح ولا لا؟ أستاذة العدل لابد العدل، ما أتكلم عن اللي أقول مو عدل، أنا أقول العدل لابد من العدل. ممتاز، إحنا من غير عدل ولا نسوى شيء، صح ولا لا؟ تدرون بعض البيوت يا جماعة فيها ثمن بنات مقابل ولد، بعضكم ما يدري إلا إذا كانوا جيرانه قدامه ويشوف فعلا يوميا طالعين من قدام بيت السرب ثمانية، يقول لك وي ما شاء الله عليهم شهاد ثمانية طالعين ذيلا كلهم عند بيت فلان بيت أبو حمد زين. غير أنا أتكلم عني أنا كصاحب مكتب أو كصاحب استشارة أو كصاحب زواج أو خطاب، هذه الناس اللي قاعد تجيني غير اللي الناس اللي انتم تسمعون فيهم. احنا لو ثنينا وثلثنا وربعنا وكل واحد من عندنا، ترى لحد الان بنقعد بناتنا مكوده وبناتنا، ويا ليت اللي مكوده هذه يا ليت يسدون عيالنا ياخذونهم. زين والحل؟ لو عيالنا ياخذونهم ممتاز، والحل نقول لا مو خساره، بيوتنا مترسه ولهم الجود في الموجود، لهم عيالنا ياخذونهم، ولكن مع الاسف عيالنا وينهم؟ الشباب الكويتي الشباب الخليجي وينه؟ وين عن الزواج؟ وين عن الزواج؟ إذا الطلبات ليش ما يتقدمون؟ إذا الطلبات تعجيزية للشاب، إذا المهر عالي، إذا يبي يسكنها ببيت بروحها، إذا تبي يعني غير المهر مؤخر عالي، يعني طلبات كثيرة أبو حمد، وبالنهاية تحاسبون الشاب تقولوا له ليش ما تزوجت للحين وليش ما تقدمت للحين؟ البيئة للزواج ما تساعد كل الشباب، مو كل شاب مقتدر لهذه المرحلة انه يفتح بيت، يعني هو واحدة فقير ومو قادر تالي بتبون ياخذ اثنين وثلاث صعب، يعني الجيل الحالي انا اتكلم عن الجيل اللي بالعمر العشرينات والثلاثينات ما يقدر ياخذ اثنتين ماديا ما يقدر، يعني خلينا اساسا يمكن هو ما يعني خلينا نقول مرتاح مع زوجة واحدة او 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 ايضا ماديا اصلا ما يقدر ياخذ اثنتين. ردك على هذا الجانب؟ والله ردي تتفق معاي تختلف؟ لا انا معاك، انا معاك بهالموضوع هذا، انا معاك عمليه الارتفاع وعمليه المهور اللي انت قاعد تقوله وعمليه الطلبات هذه صح موجوده، ترى هذه في كل بعض البيوت لا موجوده الطلبات هذه، ومن ضمن الحالات انا اذكر واحده وهذه قالت خدامه قبل بنيتي قبل لا اتزوجها. زين انا باخذ بنتك، مالت عليك وعلى بنتك، خلنا باخذ بنتك، خلنا بشوف بنتك انا هالحين تبي خدامه ابيب خدامه زين ولا لا؟ ناهيك عن موضوع الخدم اللي عندنا في بيوتنا قبل الزواج خطا، ايب خدامه في بيتي احطها وانا ما شفت خيرك الا هالحين، يا معود وريني خيرك هالحين، خلنا بشوفك اعطيني مثل ما اعطيتك، أنا متزوج دافعلي ما أدري اللي دفعتهم الستة مالت الحكومة ولا أكثر ولا أبو 15,000 هذا على شنو حبيبي؟ ترى لو عطيت لك بس يدين وبسط ال 15 هذولي ويصلون بيهم المسلمين يدعون لك أنا أتوقع، والله أحسن لك من هال 15 وقعدت عندك ست أيام وراحت مالت عليك. وي والله هي في مفروض أنه يكون في بالنسبة للمهور يراعون الناس، اثنين الموظف إراعة على قد وظيفته، اللي ما يشتغل أراعي بعد ساعده، يعني الواحد اللي ياخذ دعم عمالة ما يعطونه أبو شهادة متوسطة تي واحدة جامعية تقول لك هو بنيته جامعية ياخذها واحد متوسطة
وي مالت عليه شو يسوي لهذا؟ لا هي معودة، احنا نبي لنا واحد، نبي لنا واحد من مستوى شهادة بنتنا. زين ولا لا؟ يعني هي حكمة إلهية، الله ما حل هذا الشيء إلا أن يعني نسبة النساء عندنا بالعالم أكثر من نسبة الرجال. طبعاً. فيعني خلينا نقول لو هي المعادلة كل النساء تزوجوا وصاروا كبلز بظل والرجال بيظل كثير من النساء أنهم ما تزوجوا، فالحل يعني أن في هذه الحكمة الإلهية أن نفتح التعدد. أخلي اللي بياخذ وقادر والله مقدرة، بس يا أختي العزيزة كوني شمرتي ولا شيء وام عيالي على راسي من فوق. أنا ما جبتش خطأ، أنا جبتها الحين عملية التعدد وهذه جبتها بعد هم أبي منها عيال وهم أبي أنا عندي الحمد لله بيتي واسع، بيت عندي سرداب وعندي ثلاثة أدوار نبي نقول مثلا جايب راسي وراسك بس أنا وياك بهالبيت. عندي طفل ولا طفل مو مرتاح؟ هذا إذا كان مو مرتاح. هذا إذا كان مو مرتاح. هذا خلنا إذا هذا مرتاح خير، ولكن إذا ماني مرتاح. إذا مو مرتاح قلنا. تقول له لا، البيت والسرداب هذا حقي وحق عيالي وأنت باللي ما يحفظك خذها برا ولا حتى لا تتزوج عليه. لا، وبعضهم تقول لك والله لو أشوفك تدور الحرام وأشوفك تروح مع حرام وتسافر برا ويجيني خبر إنك أنت تدور حرام بس ما تجيب علي. زين يعني. شلون نحل مشكلة؟ زين هذا بالنسبة. شلون نحل مشكلة الحريم اللي مكودة بالبيوت؟ صح، هذه حل مشكلة. حل مشكلة الحريم هذا أم هذا ثمان بنات وسبع بنات إذا ما كان أكثر أو تسعة أو عشر، ينفتح مجال اللي موظف وينفتح مجال اللي بياخذ ثانية وينفتح مجال للتعدد سنة. طيب. صحيح، ينفتح مجال. صحيح، ما في شيء غلط، وممكن في نساء فعلا تبي تتزوج تبي تستر على نفسها، واذا كان الرجل مقتدر او مو مرتاح ببيته ممكن انه هو يدور راحته ويسعد انسانه ثانيه، يمكن هي قدرها يمكن هو في مصيرها. ما نعترض على الاقدار ولا نعترض على المصير، بس في زواج اسمه زواج المسيار اللي هو مجرد متعه وما يعني ما يكتمل مواصفات الزواج الكامل. ولكن فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا والحوار ساخن وما زلنا مستمرين في الحوار على تعدد الزوجات وزواج المسيار وتحت الهواء مع ضيفنا. تكلم وقال في زوجات هم اللي يخطبون لأزواجهم، فياريت توضح لنا هذا الشيء بالنسبة للتعدد. بالنسبة للزوجة الثانية تعدد، أول شيء عندي ملف تقريبا حوالي في 200-250 إذا ما كان 300 حرمة على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى خواتنا المقيمات والعرب اللي عندنا عايشين هنا بالكويت، وصل عددهم حول 250 امرأة إذا ما كان 300 قابلين على زوجة ثانية ثالثة رابعة. زين، شنو السبب اللي يخلي المرأة تقبل بأن زوجها يتزوج عليها واحدة ثانية وهي اللي تروح تقول أبي أزوج رأيي؟ شنو السبب اللي مروا عليك؟ تقول لك أول شيء أنا مقصرة فيها، هي تقول مقصرة؟ مقصرة بزوجي. زين، تقول لك ان عندي طفلين منه، هذا احد المقربيني قريبي مثلا، وما ابي ياخذ واحده غريبه تاخذ مني وتاخذ من عياله، وانا بعفه وباخذ له واحده ثانيه حسب معرفتي الناس زينين مثل ما انا مثلا اصلي او عائلتي او كذا او هالشكل بالضبط. موجوده التعدد، موجود الثاني، موجود اللي على زوجها موجود يا جماعه، والصداقه مع بعض الموضوع. في انا سمعت ان في مثلا ازواج صداقة مع بعض والجو طبيعي وعائلي ويقعدون هذا مع بعض. هذا يسمونه طايحين في موضة جديدة. يقول لك لما مثلا تجيب له ثلاث عيال أو أربع عيال زين يعني شبه كبرت عنا ولا شيء ولا هذه، يقول لك والله أنا أبو حمد أنا باخذ ترى واحدة ثانية وترى زوجتي تدري. أقول له ما شاء الله عليه زوجتك عندها علم في الموضوع. قال لي إحنا أصبحنا أخوان أو أصبحنا الحين شبه الأصدقاء. أقول له شلون؟ يقول مرة ببيتها وبعيالها والهداري عن الطبخة والهداري عن كل شيء، ومرة تبي تعفني بكل شيء فهي قاعدة تدور لي. يعني تفضل في حالات يا جماعة. والله يعني يا جماعة ترى حنا يعني والله حنا بخير، ترى حنا والله بخير، والله ترى حنا بخير والساعة الحمد لله بسم الله ما شاء الله. حنا في 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 دين ما شاء الله تبارك اسمه، حنا يعني التسامح اللي بيننا هذه والأمور اللي بيننا اللي مثل هذه ترى أكبر نعمة. روح بعض الدول تقريبا لو تشتم ريحه تقطع وتحطه بالثلاجه. ترى حتى يعني في ناس ما تقبل يعني في حاله. وعندنا اصبحت بالكويت طلعت لها عوائل شنو سمعت زوجها اخذ عليها ما تقبل، تتطلق وتشتت عيالها مثلا وتتحسف بعد عمر
وما يكون لها نصيب في زواج ثاني وتكون يعني مثل ذكرى عاشت عليها. يعني يعني انا اللي بوصل اليوم ابو حمد، بس على اساس المشاهد اليوم يعيش معنا التصور اللي حضرتك قاعد تتكلم فيه، انت تؤيد الزواج من الثانيه في حال كان البيت فيه خلل بس، اما البيت كان بكامل صورته الاسريه والعلاقه سليمه، الامور زينه، الامور زينه، الامور زينه بينهم. إيه؟ والله ادعي لهم الله يوفقكم ويهنيكم ويسعدكم ويسر اموركم ويحفظكم بعوائلكم بابنائكم باسرتكم، وعسى اذا ما عندك عيال طفلين ان شاء الله يصيرون ثلاثه واربعه وخمس وست، واذا عندك معاق عسى الله يعينك عليه، وعسى الله ان شاء الله يفرج علينا وعليكم وعلى جميع مسلم. انا عين وعاون ترى، بس على اساس احنا نوصل الرساله بشكل كامل. انا ما هدم بيوت، انا اجمع بيوت. صحيح، اجمع عسر اللي يبين ان ناس يجوني حتى اشكال بينهم قاعد احل بينهم وارجعهم لبيتهم. غيري يقول لي والله انك تلعب انت زين، انت الناس جايينك المكتب عود حكه فلوس ولا شاب هذه، حتى بالاستشاره اخذ عليه فلوس من صدقك جايك هو وزوجته. قلت له حرام، تصور بس لما يروح من عندي ويدعي ذيك الليله ونام مع مرته ويدش بين عياله وعياله يقولون ابونا وينه، يقول ابونا مسافر ولا شيء، اي الليله كان هذا موجود. قالت هي ولدي كان بسفر ورد، اللي رده الله ثم ابو حمد. صحيح. دعوته هذه هسوى عند كل شيء عند صحيح. الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لزواج المسيار، هل هذا الزواج هو شرع ومحلل؟ هل موجود عندنا في الكويت وهل المحاكم الكويتيه يعني تزوج بزواج المسيار؟ هو استاذتي العزيزه، المسيار ترى مجاز ما في شيء. المسيار مجاز ما لا غبار عليه، اموره رسميه وكل شيء رسمي وشروط فيه وكل شيء، ولكن في تنازلات بينهم بس. يتنازل الزوج اللي ماخذ هالبنيه مع هالبنت، مثلا سوى ابو بيت، سوى مثلا نفقه، سوى عيال هي مكتفيه يعني وانا من غير مكتفي. حقوق نبي نوضح للمشاهد، زواج المسيار في اتفاق بينهم بس، ولا شروطه مكتمله واموره عن طريق المحكمه، بس ما يطلع هو البنت وبوجود وليها يروح عند القاضي يقول سعاده القاضي انا والله باخذ البنيه، انا جايه بخطب بنيه فلان انا ماخذها ابيها مسيار. موجود عندنا بالكويت هذا الموضوع، المسيار بالسعوديه موجود بس بالكويت متوفر هناك. وعندنا هنا بالكويت عندنا انا عندي كذا ناس ملشوا، عده ناس موجودين ملشوا في الموضوع المسيار هذا، كون الولي موجود، الشهود موجودين، الزوج موجود، الاتفاق بينهم والتنازلات لا غبار عليه رسمي، ما شيء ما في شيء هو مسيار. أنا لو حصل لي واحدة اللي تدق عليها بعد شوي أخذها. أكيد المدام قاعدة تشوف. الله يعينها، وأنا طالع بالنية قالت الراي إنه الليلة ما يشتغل صار له كم يوم. الراي ما يعني ما تبغى تصلحين. قالت لا والله الليلة لازم أصلح والله يستر. أكيد طبعا تابعني. نوجه لها تصريح يعني أبو حمد أعطانا تصريح على الهواء الحين. طيب أبو حمد اليوم يعني أغرب القصص والأحداث اللي صارت لك، خلينا نقول كم سنة ما شاء الله أنت بهالمجال؟ أنا دشيت بال 21 سنة ما شاء الله 21 سنة، أغرب القصص اللي إلى الآن أبو حمد يتذكرها وما ينساها، قصص غريبة صارت لك بال خلينا نقول حالات الزواج، بالطلب، بالشروط. والله حصلت شغلات محرجة وحصلت شغلات حلوة. ومن ضمن المحرجة طلعت أنا وأحد الأصدقاء رايح أخطب له وحدة، وهذه والجماعة اللي رايح أخطب من عندهم رفضوا، هو قبلوني أنا. هو اليوم قاعد يلمح، عرفت؟ قاعد يعطي تنقيذات، قاعد يحلل الموضوع. الله يعينك اليوم. ولو تقول لي كيف تصرفت، ولازم لا يكون فيها تصرف بعد ترى هذه، لان الشخص اللي جاي معاك الحين ايش تبي تقول لو انت طالع برا؟ طلعت انا وياه وقلت له يلا مشينا، كان يقول ليش؟ احنا مو جايين خطب. قلت يا مبلا يا معود انت ما تدري ايش اللي صار عندهم بالبيت. قال شنو اللي صار؟ يا معود عندهم واحدة من عيايزهم طاحت مريضة الحين وسعفوها الطبيب وصارت عندهم لجية وصيحة وما أدري، المهم أقول إحنا نقعد ننطرهم لغاية ما يعطونا. طبعًا الناس فاشلة، هم الناس عطوني أنا ما عطوهم، طلعنا على طول. طبعًا أبو حمد رفضت أكيد، أنت تؤيد الزوجة الواحدة والحمد لله يعني مرتاح، فرفضت. من هو؟ أنت رفضت؟ رفضت حزيت هالموقف اللي صار لك رفضت. أنا حتى لو ما أرفض، أنا جاي مع واحد صاحبي، لو أغير نيتي اعتبر نيتي قلبت، غيرت نيتي معدلة حلوة. اعتذرت للحجة وهذا، قلت له لا يبقى على العموم أنا رد لك خبر السلام عليكم وشيت وهذا، بس اعتذرت لصاحبي قلت لا ترى عندهم حالة، عندهم أحد العجايزهم مريضة، عشان وما أعتقد أن هالليلة هذه تضبط ويانا أن احنا نجابلهم وخطب لك منهم مو بوقتها أصلا، يعني ليهم يوم ثاني.
بعد 7 أيام وديته على ناس بس بدون ما اروح هالمره. ما رحت بس خلاص. انزين بالنسبه للي يتزوج زوجه ثانيه مثلا، انت اللي مثلا جمعت هذيل الراسين بالحلال، هل تنصح مثلا الزوج بانه يقدم هديه او رضاوه لزوجته الاولى بحيث انه يجبر خاطرها؟ طبعا طبعا، لان اذا تبي تكسرين الحاجز الحين لو تبي تسافر يا الانسان مو عادل لزوجتك تكون زعلانه عليك. انت كسرت بخاطرها عيل قدام عيالها، يا ليتها بعد بينك وبينها بينك وبينها على الفراش، لا بينك وبينها والعيال دروا، فانت لازم تجبر خاطرها قدامها وقدام عيالها بهديه، وتحب خشمها وتجيب لها هديه تعطيها شيء وتضيها وتقول لها حقك علي وانا اخطات بحقك مثلا او كذا او نزوه شيطانيه او المره هذه اللي اخذتها حدوني ناس بالديوانيه، قال هذا اللي يقول مهايط وايد، ترى بعض الساعات يكون بدواوين في مهايط وايد، هذا اللي يقول عرسك علي، وهذا اللي يقول مهرك علي، وهذا اللي يقول تعال والله عندك، انا حتى ليله من الليالي صارت زواجات من هالموضوع، حتى ليله من الليالي واحد قاعد يهيطون بديوانيه. قلت تدري شلون؟ اذا عرس ابو جاسم امسي عليهم، قلت ابو جاسم اذا فعلا هالليله اعرس ووافق من عندكم انا اتعابي على الطرفين 500 250 250، النص المبلغ طايح هديه له. انت يعني زدت العروض يعني ارض يعني قاعد اقول ابشجعه وبخليه مثلا فعلا اذا هو ارمله وهذا بيتزوج، لانه بالديوانيه وقاعد مهايط ويهايطون بعضهم زين، ويعطون عطايا وحكي اذا واذا دبسوه في وايد وخاصه الامور اللي مثل هذه، ترى ما هذه مو مال غشمره، الحين تحلف على صاحبك عليه الطلاق وعليه كذا كذا الا تعشى الليله، افرض ما تعشى عسى ان شاء الله ما ياكل زين ولا لا، اطلق مرتك عشان فلان يتعشى معاي ولا الاخت فلان ونعم فيكم ولا شيء، يا اخي روح مر المطعم وتعشى خلي تعشى يا، ولا اطلق مرتك مو عيالك حلك الطلاق ولا عليه كذا ولا شيء ولا ترى بعض عقليات لحد الان عندنا عقليات الله يعلم فيها شلون صاير. اذا يعني التعامل مع يعني جميع المواقف اللي مريت فيها، يعني تحاول كثر ما تقدر ان انت تنسق الزواج هذا بطريقة سليمة. قلت لي بعد في ذكريات حلوة، قلت في ذكريات كانت محرجة وفي ذكريات حلوة بال21 سنة اللي مريت فيها بتجارب الزواجات صح التعبير. طبعًا. شنو الذكريات الحلوة المواقف اللي تبقى في ذاكرة أبو حمد؟ تبقى في ذاكرتي عندي واحد عزيز لي تقريبا تناوش 70 وما لقى لهم، بترمل طبعا مريته متوفية، ويو عياله ويو بناته يخطبون له، وخلصت له واحدة واللي خلصتها له عمرها 27 مطلقة. 27 سنة البنت والرجل 70 سنة؟ مقابل 70 بس الله معطيه صحة مو معطيه 30 زين، وتيسر عمرهم وتممت بينهم ودعوا لي دعوة ممتازة من عياله ومن بناته ومنه هو، وكسبته لقاية الحين اعتبره مقام أب لي هو وبناته وحوالي 2 من عياله ومن بناته تزوجوا ومن بعده هو عندي انا. ما شاء الله. ما شاء الله. حلو. يعني مساعة ذكرت ان في الدواوين مثلا يجبرون صاحبهم على الزواج، صارت معك هذه السالفه؟ تشيش يسمونه. هذه صارت يسمونه هذه يسمونه تشيش، طبعا احصلها. زين ولما انت شيش احصلها ساعات ومتى لما ساعات يسوونها هذه الحركه يسوونها لما اني انا اجي عندهم وادش عليهم ولا شيء، الحمد لله بس خلصت الحمد لله تيسرت الامور يا شباب، مشتركوا كلكم تزوجتوا الليله زين ولا لا؟ هذا كابو حمد وصل ويلا هالليله يلا، هذا اللي يقول والله يا فلان اذا زوجت يا ابو حمد فلان مهره علي، وهذا يقول والله يا ابو حمد اذا زوجت فلان عانيته مني، وهذا يقول قبل ليلتين واحد يقول عنده وله 50 راس عندي وعنده تنكر. وصارت يعني نفس الموقف صار عاد بنفس الليله بيتزوج مو نفس الليله يعني في تلقين عاد المهايط الليله ذيك الليله يبي يصير كله مهايط ليش مع مهايط ابي حالات جت لك حالات من هالنوع ان في احد متشيش خلاص وشيشوا ربعه وهم اللي مجهزين لكل شيء بس يبونه يتزوج، جت لك حاله من هالنوع؟ واحد خلص ايه ولقيت ما راح خطب وهذا وما ادري وين وصل عند البهر وهذا كان يقطونه وي يعني قدروا فيه ما شلون وكل المهر اللي عنده طالبين حوالي 2500 دينار ايه وقعد ما عنده واخر شيء راح لهم قال يا شباب يا ربعي انتم وين المهايط اللي بالديوانيه اللي قاعد تقولون انتم هبلتوني وجننتوني ذيك الليله والله خليتوني حتى قدام عيالي وبناتي يقول والله يبا ترى ربعك ترى ما يسوون لي شيء ترى ما ادري وين وترى وهذه ما راح يزوجونك قال لا عفوا عليك الا عاد هذه ما يصير هذه لا ما يصير قالوها لي خلص لازم تتم وفعلا بالاخير طبعا اللي بيبيض وجهه قدام الناس لان الناس عطوه وراح جمعها من يوم انه ولفها كموره وهذا وسدد اموره وتزوج.
طيب راحت على المحيط اللي ذيك الليله. يعني احنا نتمنى دائما الرجل يملك النضج الكافي بانه لا يعني تشجيع بالديوانيه ولا غيره ياثر على رجل بانه يعني يسلك هذا الطريق. هو هذا مطلوب وهو هذا الصح. اي وهذا وهذه من 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 يعني شيء من الرجال وصفات الرجال. ما كان اسد ما كان اسد في الغابه بالضبط صاحب قرار. نقول له اترك المحايط، واذا من تقد الثانيه لا تاخذ الثانيه، واذا انت قد الثانيه وقد الثالثه وقد الرابعه وفي مشاكل عندك ببيتك فلا والله نقول له اسعى يعني والله يوفقهم صحيح. ان شاء الله يوفق بناتنا، والله بناتنا مهما نسوي سواء نفتح التعدد سواء هذا، ترى البنات عندنا هي موجوده صحيح. والبيوت مترسه وعسى الله يعين، وما اعتقد انه راح يخلصها موضوع التعدد او يخلصها ابو ثانيه وثالثه ورابعه الا نفتح ان شاء الله بحري ونسهل امورهم وندعي لهم بالتوفيق باذن الله. واكيد أيوة. يعني احنا استمتعنا معك ابو محمد بهذا الحوار. انا زادني والله شرف. ووضحنا يعني جزئيات مهمه وتجاربك بال 21 سنه يعني كانت اكيد فيها تفاصيل وذكريات. كل شكر لك ونلتقي ان شاء الله معك بحلقات. زادني شرف وانا والله تشرفت فيكم واستعن بركه. ساعتك أبرك بالتأكيد. وريم قبل نطلع الفاصل هذا أبي أوجه رسالة يمكن إلى الشباب بعد يمكن هذا الحوار اللي تناقشنا فيه بأن الرجل يعني صاحب عقل كامل سليم عنده القدرة باختيار الشخص المناسب. قاتل للشخص اللي فعلا يناسبك، يناسب قلبك، يناسب عقلك، يناسب مفاهيمك ومبادئك وقناعاتك عشان تعيش مع إنسانة تغنيك عن عالم كامل وما تفكر بأنك تتزوج ثانية.